مساء الخير، حلقة جديدة من رح نبقى سوا معكم مباشرة على الهواء. وهذه الليلة ضيفنا بالاستوديو نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب الأستاذ منصور فاضل. أهلا وسهلا فيك منصور، مساء الخير. صار لك زمان غايب عنا، اشتقنا لك. أنا مبسوطة أنك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك، ميرسي. بدك تسمح لي استاذ منصور قبل ما نبلش، في طبعا كلمه فخامه الرئيس اللي تناولت كل المواضيع وطاولت كل هموم اللبنانيين بدنا نحكي فيها، بس بالبدايه معنا عبر الزوم المستشار في السلك الدبلوماسي وعضو لجنه تسجيل المغتربين الاستاذ منير عانوتي سعاده القنصل. اهلا وسهلا فيك. تنحكي عن طبعا تسجيل المغتربين يلي خلص امبارح. سعاده القنصل اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكي جريس. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية على الشغل يلي عم تعملوه بوزارة الخارجية. فعلا هيدي السنة يمكن كان العبء مضاعف أو أكثر، تريبل يمكن. هيدا أنا ما بعتبره عبء، بالعكس هيدا كان يعني يا ريت كل الأعباء من هالنوع. نحن كثير فخورين ومبسوطين بالأعداد الكبيرة اللي سجلت السنة. حقيقة أنه كنا متوقعين أنه يكون العدد أكبر من الانتخابات الماضية، ولكن ما كنا متوقعين أنه يوصل لهذا العدد الكبير، 244,442 مغترب مسجلين السنة لحتى يدلوا بصوتهم بالانتخابات النيابية المقبلة. طيب سعادتك إذا فينا نفصل شوي الأرقام، كيف توزعوا المنتشرين، وين تسجلوا أكثر، كان في أعداد كثيفة أكثر، يعني حسب القارات كيف كان توزيع التسجيل؟ يعني إجمالاً أوروبا هي كانت القارة اللي فيها أكبر عدد تسجيل، يعني فوق ال 70,000، ويليها آسيا والدول العربية بحدود كمان فوق ال 60,000 تقريباً، وبعدين بيصير في عنا أفريقيا وأستراليا بحدود ال 20,000، وآخر شيء في عنا لاتن أمريكا بحدود ال 6,000 الحقيقة. وبتتوقعوا كل يلي تسجلوا يصوتوا سعادتك؟ لا هلا في شغلتين بهالاطار لازم نوضحهم، اولا انه هدول المغتربين اللي سجلوا بيخضع الملفات اللي قدموها لمرحلتين من الفاليديشن، مرحله من السفرات اللي هي بدها تصير من هلا ل 10 ايام، اللي هن بخلوك تشوفي اذا كل سفاره بتشوف اذا في مانع من عندها بعد لحتى ينعمل فاليديشن للطلب، بعد ما ينعمل فاليديشن من السفاره بيتحول الطلب لوزاره الداخليه يلي هي من جهتها كمان بتشوف الموانع الخاصه فيها، يعني مثلا ممكن يكون في عدد من الطلبات لنقول في مشكله معينه على سجلهم العدلي بتمنع انه ينتخبوا، مشان هيك بنتوقع انه مثل بالانتخابات الماضيه ينزل العدد بالنهايه اللي سجل لحوالي يعني من 5 ل 10%. هلا ثاني مشكله او ثاني شغله ممكن تقلل العدد هو فعليا مين اللي راح ينتخب. هلا هدول المغتربين سجلوا وفرجوا عن نيتهم بانه هن ينتخبوا، ولكن فعليا مش كلهم بنهايه المطاف بينزلوا فعليا وبيدلوا بصوتهم يوم الانتخابات. صحيح، وكنت عم بتقلي من شوي انه في يعني حتى باول انتخابات النص يلي تسجل اقترع. صح، هلا اول انتخابات في لها شوي وضعيه خاصه، انه اولا كونها اول انتخابات بيكون في عدد من اللي عم بيسجل منه كثير بعد مصدق يمكن او واثق انه فعلا رح تصير انتخابات للمغتربين لانه كانت اول مره عم تحصل. وثاني مشكله صارت انه في بلدان مساحات الجغرافيه كبيره كثير مثل الولايات المتحده الامريكيه او المانيا او روسيا، هون صار في عدد من المغتربين اللي سجلوا لقوا انه اقلام الاقتراع بعاد عنهم جغرافيا، ففعليا هن كان عندهم النيه انه يصوتوا، بس لما لقوا انه مركز الاقتراع بعيد عنهم يمكن ترددوا ويرجعوا اخر لحظه انهم ينزلوا. هلا هذا الموضوع كونه اولا في عدد اكبر بكثير مسجل هالمره، دونك ديفاكتو رح يكون في عندنا اقلام اقتراع اكبر بكثير. وحاولنا كمان كوزارة خارجية وحنحاول بالمرحلة المقبلة بالأحرى، يعني السفرات لما بدهم يوزعوا جغرافيا يكونوا يحاولوا يعني ينقوا المراكز اللي هي أفضل شيء لأكبر عدد ممكن من المغتربين أقرب لمركز مكان إقامتهم. طيب شو برأيك الأسباب سعادة القنصل اللي دفعت اللبنانيين أنهم يتسجلوا بهالكثافة، تريبل كنا عم نقول العدد عن أول مرة؟ هلا اولا مثل ما عم نقول اول مره، لان اول مره عاده بيكون العدد خجول شوي. ثاني شيء طبعا في اندفاع كثير كبير مبين عند المغتربين هالسنه انهم يحاولوا ياثروا بالنتيجه تبع الانتخابات، فواضح انه في حماس وفي اندفاع لحتى يشاركوا بهالعمليه السياسيه، وهذا واجب بالنهايه يعني. فانا بظن هذا هو السبب الرئيسي، وما في شك انه الدور اللي لعبته وزاره الخارجيه مهم كثير بهذا الاطار. يعني وزاره الخارجيه عملت الحمله الاعلاميه تبعيتها عن طريق السفارات، عن طريق فيديوهات وبانرز واعلانات والى اخره، وكمان في جهات اخرى، المكانات الانتخابيه تبع الاحزاب، المجتمع المدني، في كثير جهات عملت هي من جهتها الحمله تبعيتها لحتى تحمس المغتربين بانه يتسجلوا هاي المره. وقد يكون كمان احد الاسباب سعاده القنصل انه بخلال السنتين اللي مرقوا علينا صار في هيك هجره كثيفه مع الاسف طبعا. يعني بظل الظروف الصعبه اللي مرق فيها لبنان، يمكن انه مش ما فينا نقول انه مثل الجيل الثالث او الرابع يلي صار له تنحسب خلق هونيك طبعا. ما في شك، ما في شك جريس، الاشخاص اللي بخلال هالسنتين هاجروا خلال الازمه منهم ابدا يقارنوا بالاشخاص اللي هن بامريكا اللاتينيه الجيل الثالث او الرابع من العائله، وبالتالي الارتباط بالبلد بيكون بعده كثير كثير قوي، وبيكون عندهم بعد يعني حماس انهم هن هلا يتسجلوا. ففعلا هذا طبعا ما في شك عامل اساسي. شو بتقول للمغتربين كلهم يلي تسجلوا انت كعامل او كعضو بهذه اللجنه يلي يعني شكلتها وزاره الخارجيه لحتى تحفز المنتشرين انه يتسجلوا وتتابع هذه العمليه الديمقراطيه؟ يعني انا بدي اتشكرهم، اول شيء بدي اتشكرهم لانه نحن كلجنه، وهي مناسبة كمان لأتشكر اللجنة. أكيد. اللجنة اللي كانت مسؤولة عن تسجيل المغتربين، وهلا مسؤولة عن كمان البروسيسنج تبع طلباتهم اللي هن وسفاراتنا بالخارج طبعا، موظفين محليين بسفارات الخارج والدبلوماسيين، رؤساء البعثات الدبلوماسية. شكر كثير كبير لأنهم، شكر للمغتربين. هيدي عملية تعاوننا فيها نحن وياهم لنسهل لهم هيدي العملية، والمغترب بقول له شكرا لأنه عم بيمارس حق واجب بنفس الوقت بانه يساهم بانه يرسم مستقبل لبنان. فما في شك انه هيدا بيستوجب منا كل الشكر والتقدير على الافرت اللي عملوه لحتى يقوموا بهالعمليه ويتسجلوا. بدك تسمي اعضاء اللجنه لانه فعلا هن بيستاهلوا ان يعني هيك تذكر اسمائهم على الهواء؟ اكيد اكيد، ما في يعني ما في شك انه بيستاهلوا. بدي اتشكر كل زملائي يعني الدبلوماسيين، طلال ظاهر، علي رنوح، فرح، دكتور فرح، منصور شيا، ميرنا الخولي، سوزان موزي، وليد حيدر. بدي اتشكر اكيد باسكال دحروج مستشارة معالي الوزير، ومسؤول الاي تي خليل يلي ضلوا لسهران كل هالفتره الماضيه، هو اللي كان يسهر. بتعرفي في فرق توقيت مع القارات مثل امريكا اللاتينيه واستراليا وامريكا، فيعطيهم كلهم الف عافيه. وكمان برجع بقول لك بتشكر رؤساء البعثات الدبلوماسيه والدبلوماسيين والموظفين المحليين بسفاراتنا من الخارج، كلهم عملوا كل اللي فيهم لحتى يسهلوا هالعمليه ونوصل للعدد اللي فعلا ما كان متوقع من المغتربين انهم يتسجلوا. كل التحية لفريق العمل بوزارة الخارجية، وهون أنا بدي وجه تحية لوزارة الخارجية والوزراء يلي تعاقبوا على هذه الوزارة ويلي عملوا نضال فينا نسميه كتير كبير لحتى المنتشرين يقدروا ياخدوا حقهم، ومع أنه منتقص هذا الحق يعني هذه المرة. يعني بالنهايه نحن مضطرين انه نمشي ونشتغل كوزاره الخارجيه بحسب القانون النافذ. فنحن حاليا عرفت انا انه قصدك عن الطريقه اللي عم تصير فيها الانتخابات لل 128 نائب، بظن هيك قصدك، ما هيك جري؟ صحيح. والدائره 16 اللي تم يعني اذا فينا نقول لهلا ملغات. صح. فنحن دائما بنقول كموظفين بنمشي بالقانون الحالي، وبنعمل جهدنا انه نطبق اللي الجهه التشريعيه المسؤوله مجلس النواب يلي شرعوا. واذا في حال تم اي تغيير بناء على الطعن طبعا يبنى على شيء مقتضى صحيح. نعم، شكرا لك سعادة القنصل منير عانوتي، ومرة جديدة يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. يا هلا يا هلا. شو رأيك أستاذ منصور باللي قالوا سعادة القنصل؟ المنتشرين 3 أضعاف تسجلوا هذه السنة عن أول مرة. في حماس، ثمة من يقول أنه هودي في موجة، هؤلاء المغتربين في موجة، يعني في دعاية انعملت من 2 لليوم ضدكم، ضد التيار الوطني الحر، وبالتالي غالبية هذه الأصوات ستصب ضدكم. وفي حق منتقص لهم هن أنه يتمثلوا بنواب 6. طبعا تكتل ابن القوي تقدم بالطعن والبروسيدور ماشي. عن نقطتين شو بتعلق؟ أول شيء يعطيهم ألف عافية لكل المنتشرين، والحماسة اللي عم يبدوها بتسجيلهم للاقتراع هيدي حماسة بتشجع على المدى البعيد، حتى لو على المدى القصير كان لا سمح الله هو ردات فعل غير موضوعية وغير ذكية وبتنتقص من حقوقهم. ينتبهوا كتير منيح لما من 2017 التيار الوطني الحر وعلى رأسه رئيس التيار الوزير الخارجية الوزير باسيل، لما كان عم بينادي بحقوقهم للمنتشرين ما نادى ولا كان عارف انه الثورة او هذه الفورة اللي اجت بال 2019 كانت جاية علينا. وبالتالي بدنا نرجع على الأسباب الموجبة يلي خلتنا بسنة 2017 نعمل القانون يلي هو قانون محق للمنتشرين بشقين. الشق الأول، ما بحياته حدا بلبنان واكب هموم وشؤون المنتشرين انه ينتخبوا من مطرح ما هن الا التيار الوطني الحر، وبالتالي صار هيدا الحق مكتسب لهم. وهيدي بتطمنا اليوم انه في 244,442 شخص تسجلوا بناء على نضال طويل عريض بحقهم. بضل في الحق الثاني يلي على المنتشرين وعلى اللبنانيين وكافة القوى السياسية وكافة الإعلام لسوء الحظ يلي عم بيسوق هيدي التسويقة البشعة، مثل ما انه سوق انه كل التغيير رح يصير بثورة 17 تشرين، ما يروح حق مكتسب للبنانيين بحقهم بيكون في لهم دايرة بتسعى لهم بهمومهم، بتربط لبنان بالخارج وبتحول البعد اللبناني بالخارج إلى بعد وطني من خلال تمثيل نواب. حرام علينا، حرام علينا، بسبب حقد مدى قصير، بسبب كراهية بنساهم فيها المال والإعلام وسوء السمعة وتشويه السمعة وكل هذا الشيء اللي عم بيصير. حرام علينا نحول حق هالقد مهم للبنانيين نروحوا بكلام ما له طعمه. حق اللبنانيين يكون عندهم هالقد منتشرين برا، يكون عندهم ممثلين لالون بيتابعوهم، بيهتموا بمشاكلهم وبيشاركوا بالحياة اللبنانية بشكل عملاني، مش بخلال تصويت حقدا وتشويه سمعة وكل هذا الموضوع. حرام علينا، حرام علينا هالقد نكذب ونضحك على اللبنانيين ونقول لهم رح تنتخبوا 128 والتغيير جاي من انتخابكم. صحيح، هذه وجهة نظرهم. الفريق الآخر بيقولوا أنه بدهم يشاركوا المغتربين بهذه الانتخابات ب 128 نائب، مش بنواب محددين بمثلون هن كمغتربين. أول شيء تشريك اللبنانيين بال 128 نائب، أول شيء هذا هن بيعرفوا كثير منيح أنه ولا واحد رح يقترع على 128، وهن بيعرفوا أكثر وأكثر من كل اللبنانيين وأكثر ناس هن بيعرفوا الإعلاميين وبعض السياسيين بلبنان إنه التغيير اللي عم بيطرحوه بلبنان وهذا التغيير يا لطيف ما بيصير فقط بانتخابات الانتخابات اللبنانية، لأنه نظامنا التوافقي فيه عدة عوامل أخرى غير الانتخابات. ونحن بلبنان عاصرنا، تما روح كثير لبعيد، عاصرنا بتاريخنا الحاضر من 2009 وال2018 مرتين. مرة كانت الأكثرية مع 14 أذار وانجبروا بعد الانتخابات 2009 يحكوا مع بعضهم اللبنانيين تيقدروا يتعايشوا ويألفوا حكومات. وبال2018 كانت الأكثرية النيابية بمطرح ما الناتجة عن الانتخابات النيابية بمطرح آخر، وانجبرنا نقعد نحكي مع بعضنا. لبنانيين محكومين يحكوا مع بعضهم، محكومين بظل التشنجات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على لبنان إنه دائما يضلوا عم يتواصلوا مع بعضهم تيقدروا يستمروا. ما بقى بالحد الأدنى ما بقى تكذبوا على اللبنانيين. يعني رح أسأل بعض الأسئلة عن جد لكل اللبنانيين والمنتشرين والمقيمين. هلا عن جد يعني إنه إذا صارت أكترية بمطرح ما يلي رايح ينتخب كرمال نزع سلاح حزب الله، انه باكثريه نيابيه رح تصير هذا الموضوع؟ هل انه يلي ما بده علاقات مع سوريا، هل انه باكثريه النظام السوري ما فيكم تضلكم ما تحكوا معه؟ هل انه باكثريه رح تعالجوا كل ازماتنا الاجتماعيه والاقتصاديه والماليه والنقديه؟ هل انه بس باكثريات بلبنان؟ لبنان دوله توافقيه، لهلا لهاللحظه هذا التوافق لازم يبقى والميثاقيه لازم تبقى، ولكن الخلل اللي مبين بلبنان مش انه انتخابات غير ديمقراطيه او انتخابات ديمقراطيه، الخلل الجوهري بلبنان هو كيف عم تخططوا لبنيته المستقبليه. ما اكتشفتوا من سنتين لليوم نفس المشاهد اللي كنا عم نشوفها بدايه الثوره بالتغطيات الاعلاميه اللي كنا عم نشوفها، عم نشوفها اليوم. ليه عم بتحرضوا الناس وتوجهوا الناس ضد بعضها؟ ليه عم تعملوا هذا الشيء؟ ما بتتركوه نظام يخيي نفس الحماس اللي عملتوها، لو عملتوها على الملفات القضائية والملفات الإصلاحية بالبلد والقوانين الإصلاحية اللي عم تنعمل بالبلد، نفس الحماس اللي عملتوها لو عم تعملوها بالتدقيق الجنائي، كنتوا هلأ بتاخدوا الناس لتفصل بالانتخابات بين مين سرق الناس ومين مش سرق الناس. انتوا عم تعملوا حماسة على الفاضي، بس كأنه الانتخابات هو الهدف. يا ناس يا جماعة، الانتخابات هي وسيلة ممكن انها تخدم الهدف، ولكن الانتخابات لما بتحولوها للناس ان هدف بحد ذاتها، هيدي بتاخد الناس ببلد توافقي مثل لبنان الى اما احباط والا اما الى زياده هجره. روقوا على اللبنانيين، خبرون الحقيقه، انتم الاعلاميين والمتمولين وبعض السياسيين بالبلد سرقتوا الثوره وعم تسرقوا الانتخابات وعم تسرقوا دم الشهداء وعم تسرقوا انفجار بيروت لغايات سياسيه ما رح توصلكم لمحل على المدى البعيد. على المدى البعيد اللي بيوصلكم لمحل انكم تقعدوا على طاوله مستديره، صح. نقعد نحكي سوا فعليا شو الازمات البنيويه اللي نحن بحاجه لانه نطلع منها، وكيف بدنا نبني علاقات استراتيجيه، كيف بدنا نبني علاقات من الند للند مع دول العالم، كيف بدنا نبني علاقات بين بعضنا، كيف ممكن نظامنا المشلول، كيف ممكن نطلع من شلل النظام القائم. هيك بتبنوا مجتمعات وهيك بتطوروا مجتمعات، بإعادة النظر بالموانع داخل الدستور، مش بتحريض الناس على بعضها وتحويلها انتخابيا من وإلى. ما بيشيوز. لفتني باللي قلته أستاذ منصور، حكيت عن اليأس. اليوم كمان فخامة الرئيس حكي عن هذا الموضوع، بيقول عم بشوف تابعنا الكلمة وهلأ عم نستعين بتويتر الخاص بفخامة الرئيس: أيها اللبنانيون لا تدعوا اليأس يتسلل إلى قلوبكم، أنا أعيش معكم حجم معاناتكم وأسعى جاهدا للتخفيف منها، وفي اقتناعي أن بداية الحل هو بالتعاون مع المؤسسات الدولية وقد بدأ التحضير له، ومع تنظيم المداخلات مع هذه المؤسسات تبدأ المرحلة العملية وتكون البداية الفعلية للخروج من الأزمة. شو رأيك؟ يعني بكل صراحة، ومش لأني مش بس لأني تيار وطني حر، بس أولا لأني لبناني وعن جد بحب لبنان من كل قلبي. يا عمي بكرة حتى اللي ما بتحبونا واللي ما بتحبوه للعماد عون واللي سوء الحظ، طبعوا شو حكي اليوم العماد عون وقروهم نقطة نقطة، شوفوا كيف رجالات الدولة بتكون، شوفوا كيف الناس البنيويين بيكونوا، وشوفوا كيف مستقبل الأجيال القادمة على أي أسس بتبنوها. حاج تبنوا على الكذب وحاج تبنوا على الكراهية. حكي اليوم عن الكراهية العماد عون، صح. حاج تبنوا على الكراهية، الكراهية ما بتوصل لمحل، بتغشوا الناس وبتكذبوا على الناس. وقفوا الكراهية تقدروا تبنوا أوطان. حكي اليوم العماد عون عن التدقيق الجنائي، لو في فعلا مؤسسات بتاعنا، مؤسسات إعلامية ورجالات سياسة مش من الدولة العميقة وعن جد بدهم حلول للبنان، بياخذوا الناس على انتخابات على اساس التدقيق ونتائج التدقيق الجنائي. الكم سنه ونص سنتين بتعرقلوا التدقيق الجنائي لانكم خايفين تروحوا على انتخابات، كشفت لكم الابيض عن الاسود، بدكم تضلوا بالزون الرماديه تتاخذوا الناس وتاخذوا الناس دائما الى الخيارات البشعه يلي ما بتبني اوطان. حكي العماد عون عن كذا أزمة مستجدة على لبنان وأزمات عم نعاني منها، أنت برأيك اليوم إذا بدنا نفرز اللبنانيين بشكل أو بآخر، اللي هن اللي بأيدوا العماد عون بأيدوا التيار الوطني الحر بأيدوه، واللي ضد العماد عون ضد التيار الوطني الحر هن ضده. اليوم الفئة الزون جريز مثل ما بيسموها، أو الفئة المترددة أو الحيادية اللي واقفة على الحياد، شو شافت من عهد الرئيس عون؟ شافت إنه لم تحقق إذا فينا نقول بالنسبة لها بالنسبة للناس إنجازات معينة. هلا إذا بدنا نحكي نحن عن إنجازات، في طبعا قانون انتخاب، اقتراع المغتربين، تحرير الجرود، التضييق الجنائي، كل هذه الرزم من الإنجازات، ولكن الناس بعد اليوم خصوصا المترددين عم بيشوفوا الأزمة المعيشية على الكل. بس المتردد بالزون جريز بيقول انه انا ماني قادر فوت اولادي على المدرسه، ما عم لاقي دواء بالصيدليه، المازوت والبنزين قديش صار، الليره وين صارت، الدولار وين صار، يعني ازمات ازمات ازمات. لهؤلاء الناس شو بتقول؟ لهؤلاء الناس وبكل صدق وصراحه، اذا ما بدكم تحكموا عقلكم وضميركم تتعرفوا سبب الحقيقي او الاسباب الحقيقيه لازماتنا، مش رح تلاقوا حلول، وبالتالي رح دائما تتخبطوا بأزمات، اليوم شيء وبكره شيء. نحن بلد منهوب، نحن بلد نظامه الاقتصاد بده ينضرب، نحن بلد ارتبط بأزمات إقليمية ودولية عاجز هو عن أنه مواجهتها بمؤسساته لوحده. نحن البلد نظامنا القائم نظام بشل حاله، نحن بلد انتصر فيه أو خضع إلى 30 سنة بدولة عميقة انتصر فيها ميليشيات الحرب وأصحاب رأس المال وتحكموا بمقدرات كل الدولة. نحن دولة بحاجة لإعادة النظر بكل هود الأزمات على الرواق من دون الاتهامات السابقة، من دون إثباتات. كمان حكي عنها العماد عون، كل الناس بتقدر تتهم كل الناس لما بتشتد الأزمات على المجتمعات، ولكن الناس يلي بدها تحكم عقلها وضميرها وبدها تحكم رؤيتها وعلى القليله قراءتها بكل موضوعيه بتعرف كثير منيح انه الازمات لما بتجي على شعوب بتحطها امام خيارين، او انها ترجع تجدد ازماتها بنفس الطريقه وكلها ابر مورفين بتقدر ترجع تجدديها كل هيدي. والشعب اللبناني من سنه 1841 لليوم كل مره بيرجع بيجدد ازماته، لانه بدال ما يعالج الاسباب بيروح بيعالج النتائج. والحل الثاني انه نكون فعلا نحن تعلمنا من هيدي التجارب ونجي نقول ستوب، خلص نحن بلبنان ما فينا نعيش بنظام اقتصادي هالقدريعي، نحن ما فينا نساوي كل الناس ببعضها، الفاسد بغير الفاسد او الاصلاحي، ما فينا منكر قوانين اصلاحيه، ما فينا نروح على السباب والشتائم بدل ما نروح على التدقيق الجنائي، ما فينا نتكل على اعلام هالقد عم بيغش لنا راينا وعم بيلعب عم بيعملنا مانيبيولاسيون، لعب بالاراء لافكارنا، تحكم بارائنا وافكارنا، مثل كانه التغيير شفنا من سنه 2019 لليوم كم وعد بوعد حطوا الناس امامهم وراحوا هود الناس الى استحقاقات اكتشفوا انه مش هيك بلبنان بتتعالج الامور، وبالتالي بدهم الناس يقروا على رواق ويقعدوا مع بعضهم. ما فينا ما نقعد مع بعضنا وما فينا نحكي الا ما نحكي مع بعضنا ونعالج ازماتنا البنيويه بشكل مدروس. مش ممكن اللبنانيين يكفوا، وانا بقول للمسيحيين بالاخص، ما فيكم تكفوا بنماذج بتدمرنا. نحن المسيحيين حاجه بهيدا البلد، ونحن اساسه لتكوينه، اساس تكوينه لهذا البلد، والمسلمين قبل المسيحيين هن بحاجه الى بقاء المسيحيين بهذا البلد، وبقاء للمسيحيين بهذا البلد هو استمرار لنموذج لبنان. ما فيكم تضلكم اخذين المسيحيين او على نموذج الطيونه او على نموذج اليأس والهجره. المسيحيين ما بيقدروا يعيشوا بهيك دوله هالقد تشنجات بتاخذهم على الطائفيه والغرائزيه او بتاخذهم على اليأس. نحن تنبقى بهذا البلد هي مسؤولية المسلمين قبل المسيحيين لبقائنا بهذا البلد تيضلوا لبنان نموذج. مسؤولية مين؟ أن يهاجر المسيحيون من لبنان؟ مسؤولية الكل، مسؤولية الكل. كل مين عم بكذب علينا هو مسؤول عن هجرة المسيحيين. كل مين عم بيمنع على لبنان يحقق إنجازات على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى مكافحة الفساد وعلى مستوى الحياة الكريمة هو عم بيضر بقاء كل اللبنانيين بلبنان. ولكن المسيحيين عم بيهاجروا بشكل كتير كبير لأنهم في مسؤولية على المسيحيين والمسلمين لبقائنا بلبنان، وهيدي المسؤولية بتترتب على الجميع. ما فيكم تلعبوا فيها. بقاء لبنان ونموذج لبنان وعشقنا للبنان مرتبط ببقائنا بهيدا البلد، وهيدي مسؤولية الجميع. ما فينا نضلنا نشوف مظاهر التشنج الطائفي كرمال غايات انتخابية، ما فينا نضلنا نشوف مسهد الثنائي الطيوني أو غيره من الثنائيات بلبنان كرمال يهاجروا. نحن عملنا تفاهمات بتحافظ على اللبنانيين وبتحافظ على كل اللبنانيين واستقرار هالبلد وبتحافظ على بقاء المسيحيين بهذا البلد وبهذا الشرق ككل. حاج بقى تكذبوا على اللبنانيين، الإعلام ما عندكم ضمير، بعض الإعلام ما عندكم ضمير. شفناكم بالثورة قد ايه كذبتوا على الناس، وشفناكم كيف بتعملوا معارك وهمية للناس، وشفناكم هلأ بهذه الانتخابات كيف عم بتحاولوا تحوروا المسار وتوعدوا الناس إنه يا لطيف التغيير ما بيصير بالانتخابات، ده بدكم إياهم يصوتوا بحسب توجيهاتكم المانيبيولاسيون تبعكم. اتركوا الناس بالوعي، روحوا اعملوا لها وعي، روحوا اعملوا معركة التدقيق الجنائي وطرحوها أمام الناس وخلي الناس تروح تنتخب بناء على نتائج التدقيق الجنائي. بس الحرب شو بيقولوا الإعلامية يعني هي وسيلة، يعني هي وسيلة الفريق الآخر ممكن إنه يستخدم أو يلجأ، طبعا نستعملها، يلجأ لوسائل إعلامية، وسائل ومش ضروري بس نحكي، عم نحكي تلفزيون أو راديو، فينا نحكي عن سوشيال ميديا، فينا نحكي عن كثير. يلجأ، هذا حقه يعمل الدعاية اللي بده إياها. حق الإعلام، أول شيء الإعلام رسالة، الإعلام هو رسالة وما تواخذيني، يعني أنت حضرتك إعلامية وأنا بعرفك قبل ما تكوني إعلامية، أنت من الأشخاص بتجسدي رسالة بهذه الحياة، وانا مصر انه انت وقاعده على هون ما بتقدري تكذبي. لا اكيد انا ما بتقدري، انت ما بتقدري، انت ما بتقدري لانه انت وصلتي لهون لانه عندك رساله، وما بيقدر الانسان اللي عنده رساله يكذب على الناس. وقفوا كذب على الناس، وقفوا غش الناس، وقفوا تحريض الناس على بعضها، واخر النهار يا قابضين من هون يا قابضين من هونيك. هيك بدكم تبنوا اوطان، هيك بدكم تبنوا اوطان وتبنوا اجيال، هيك بدكم تاخذون على المجهول دائما، هيك ما بدكم تفسروا لهم مين سرقهم، هيك تجوا بتبيضوا صفحات سرقوا اللبنانيين وسرقوا مال اللبنانيين بسياساتهم النقديه والاقتصاديه. سقف الاعلام والحقيقه، ما فيكم توصلوا ابعد من الحقيقه بالكذب وتقولوا هذا هو الاعلام. لا اكيد لا، سقف انا ما عم بتهجم، اول شيء انا ما عم بتهجم على الاعلام كاعلام، انا وحتى هذا منه تهجم، هذا عم بقول لهم الرساله، انتم الاعلام رساله، وقفوا عند حد، الحد الاقتتال بلبنان، ما فيكم تكونوا قولوا له انا بحق لي اقول بدي اياه، لا ما فيك تقول بدك اياه. لبنان دوله تعبت كثير توصلت على الاستقرار، حط الدم كتير، ما فينا نعرض اللبنانيين إلى الاقتتال ونقول هيدا سقفنا، ما فينا نعرض اللبنانيين إلى خيارات ما بتوصلهم لمحل. مش عم بقول ما تكونوا تيار، بس ما فيكم تتهموني بالفساد وما عندكم شيء بين إيديكم وتبروا الفاسد الحقيقي لأنه عندكم إعلام وتلفزيونات. هيدي بطلت حقيقة، الحقيقة لما بتشوه سمعة الناس بترجع بتعتذري إنه بضرك بالجملة وبتسترجع حقوقك بالمفرق. كم مرة اتهموه لرئيس التيار الوطني الحر بالفساد وكل مرة كان يربح بالقضاء. طب ما هيدا تشويه سمعة بالجملة واسترداد بالمفرة، هيدا مش ظلم للبنانيين؟ لا بس تعرف استاذ منصور، عن جد هلا عم تفتح لي مجال لحتى احكي انه فعلا لما تستخدم دعاية، مش عم بحكي عن رئيس التيار، يمكن هو تعرض لكثير حملات وكاركتر اساسينيشن من اول ما بلشت 17 تشرين لليوم وحتى من قبل، بس انا مش عم بحكي عنه، عم بحكي بشكل عام لما بتطلع دعاية على شخص معين أو بتأذي شخص معين، بتشوه صورة شخص معين، حتى لو بعدين رجعت بيّنت الحقيقة اللي بيكون علق بذهن الناس. طبعا هذا قلت لك إياه، بتهينني بالجملة وبترد لي كرامتي بالمفرق. كيف بدي استرد كرامتي بالمفرق أنا إذا طلعتوا على التلفزيونات غطيتوا كل التلفزيونات تشويه سمعة الناس؟ كيف؟ لو ربحتك بالقضاء ما انت شوهت لي سمعت عند الناس، ومش كل الناس بتتابع القضاء ومش كل الناس بتتابع النتائج. ما فينا نبني اوطان هيك، الاوطان لا تبنى بهالطريقه. طب يا خيي انتم عم تقبضوا مصاري تتامنوا استمراريه مؤسساتكم وبعض مؤسساتكم، طيب هل قد المصاري بديل عن الضمير؟ هل قد المصاري بديل عن بناء الاوطان؟ عن جد في جنون عم نشوفه بالاخلاقيات ما بقى له حدود، ومسموح تشتموا وتسبوا وتهينوا كل الناس، وبس حدا يجي يدافع عن حاله بتصيروا تتهموه انه هيدا عم بيقيد الحريات وهيدا يا لطيف حريه الراي. بالحد الادنى ليش مين قرب صوبكم؟ سبيتونا وشتمتونا على فتره سنتين، مين قرب صوبكم؟ كل ما حدا ابطال العالم صار مين بيسب اكثر ومين بيشتم اكثر صار بطل وبيعلقوا له صوره. مش هيك الاوطان، الاوطان هي تحكي اللي بدك اياه، سقفك الحقيقه وسقفك القضاء. قبل ما تروحوا تطلعوا على التلفزيونات تشوهوا سمعة الناس، روحوا على القضاء، روحوا حسنوا القضاء، حسنوا للقضاء، روحوا ساعدونا بإقرار القوانين الإصلاحية، روحوا قاتلوا معركة التدقيق الجنائي، روحوا قاتلوا بمعركة كل من تولى مسؤولية بالقطاع العام، روحوا اكشفوا حسابات كل الناس من 20 سنة و30 سنة لورا، روحوا هيك ادعموا، هيك عملوا معارك بنيوية. المعارك البنيوية هو لما بقدر أفصل الأبيض عن الأسود وبطرحها قدام الناس. بعد ما روحوا ادعموا القضاء اللبناني وقولوا هذا القضاء راح بالتحقيقات على الاخر وهيدي هي النتائج تبع التحقيقات، واذا التيار الوطني الحر فاسد خلي التيار الوطني الحر يتحمل مسؤوليه امام الناس. استاذ منصور، يعني كيف بدنا نحكي عن دعم القضاء وثمة من طلع على وسائل الاعلام وقال اذا مصرياتنا بدهم يرجعوا عن طريق، عم نعطي مثل غادة عون ما بدنا مصرياتنا، طيب كيف بدنا؟ هون الدور تبع يلي عندهم ضمير ويلي عن جد عم يشتغلوا للبنان وكل لبنان، ولا ادعي انه التيار الوطني الحر هو لوحده، لا اكيد اكيد، انا لا ادعي، اكيد في خيرين كثير، انا بقول في ناس مناح بكل الاحزاب طبعا، وفي ناس طبعا عاطلين بكل الاحزاب حتما، من دون استثناء، من دون استثناء. طبعا انا يفتكر اني انا عم بستثني حدا من الناس الطيبين والجيدين، ولكن في دور للمؤسسات يلي بتاثر بالراي العام. هون الدور الضمير والوعي والثقافي والبنيوي للمجتمعات. طب هون دوركم مقدس، الإعلام دوره مقدس، بعض السياسيين دوره مقدس، القضاء انتم أكبر رسالة اليوم بأزمة لبنان، انتم أكبر رسالة اليوم قالكم إياها العماد عون، ما في ناس بالسجن، انتم روحوا العبوا هذا الدور لأنكم سلطة مستقلة. رح نحكي عن القضاء وأهمية ما يقوم به أو ما يجب أن يقوم به القضاء، وكلمة العماد عون أنه ما شفنا حدا بالحبس، لأنه هذا دور القضاء، مش لأنه أنا ما بدي أحط حدا بالحبس، ولكن بعد هذا البريك. عودة اللي رح نبقى سوا مباشرة على الهواء. أستاذ منصور، إذا بدنا كنا عم نحكي قبل البريك عن دور القضاء وأهمية الدور الذي يقوم به القضاء. بكلمة العماد ميشيل عون اليوم عشية عيد الاستقلال كان في إشارة كتير مهمة لهذا الموضوع، بيقول الرئيس عون: أيها اللبنانيون، أنتم تريدون المحاسبة ودوما تطرحون السؤال البديهي، لماذا لم يوضع أحد وراء القضبان بعد؟ فعلا هيدي جملة دغري كتير بنسمعها، أنه ليش بعد ما نحط حدا وراء القضبان؟ لم يوضع أحد وراء القضبان بعد لأن المحاسبة هي للقضاء، وما خلا ذلك اتهامات إعلامية قد تصيب وقد تخيب، ولا يمكن لأحد أن يدخل السجن من دون حكم قاضي. وبتابع رئيس الجمهورية بيقول: المعمعة الاتهامية ما كانت لتحصل لو لم يتقاعس القضاء ولو رفعت اليد عنه وتعززت استقلاليته. شو رأيك؟ أول شيء هذه رسالة لازم يفهموها كل الناس وبالأخص الجسم القضائي، ونرجع على أول عهد العماد عون لما دعي القضاء وقال لهم روحوا اشتغلوا، انتوا سلطة مستقلة تماما، بالدستور اللبناني حميلكم اياها بالفقرة هاء من الدستور، وروحوا اشتغلوا وسقفكم انا. وهون دور القضاء، يعني مثل ما انه شفنا قضاء عم بيقاتل ويكون شرس بالدفاع عن حقوق اللبنانيين او مطالب بعض اللبنانيين او استقلالية القضاء، على القضاة الملفات المكدسة قدامهم يروحوا يشتغلون ويخلصون، واي حدا بيعرقلهم او بيفوت بملفاتهم القضائيه يطلعوا. هون الاعلام بيقدر يشتغل دور الداعم البنيوي للبنانيين، والقضاء منه بحاجه للاعلام قبل، هو بحاجه للاعلام كسبور بحال تعرقلت اموره، وبحاجه للسلطه السياسيه وعلى راس العماد عون وفخامه رئيس الجمهوريه العماد عون، تأنه مطرح ما انه يتعرض القضاء لاي عرقلات يكون العماد عون هو السقف الحامي لهيدي المؤسسة اللي هو حامل الدستور. مشان هيك نحن ما عم نشوف الملفات عم تستكمل بلبنان، لا بعض منه تقاعس عند القضاء أو بعض القضاة، وبعض منه أكيد الدولة العميقة اللي راكبة بلبنان يلي عن جد شل كل مؤسسات الدولة وضرب هيدي الدولة العميقة. ببلش إنه يكون في استقلالية للقضاء وجرأة عند القضاة إنه يتحركوا من خلال حمايتهم بالدستور اللبناني. طيب قد ايه مهم الدور اللي ممكن ان يلعبه البرلمان اللبناني؟ يعني مثلا في قانون استقلاليه القضاء صار له نايم بالادراج سنين بلجنه الاداره والعدل وبعد لم يقر، هذا القانون مهم جدا. هلا المجلس نحن في عندنا قوانين وفي عندنا استقلاليه للقضاء ومصانه بالدستور، وبنفس الوقت في دور للمجلس النيابي يجب ان يلعبه، مش بس بموضوع استقلاليه القضاء و باقرار القوانين كلها. هيدي القوانين الإصلاحية اللي من سنتين لليوم ما حدا عمل لها معركتها إلا التيار الوطني الحر، وتقاعس عنا كثير من الناس وراحوا على السباب والشتائم، روحوا توجهوا لهونيك. طيب عن جد في أنظف وأشرف من قانون كشف الحسابات وأملاك كل من قام بعمل أو بمسؤولية بالقطاع العام؟ يا عمي بعض القوانين يلي بتكشف لكم كل هيدا روحوا تنقرها، روحوا كلنا سوا تنعمل معركه بهيدا الاتجاه بدل ما نعمل معارك ما إلها لا نتيجه وبتغش الناس. القضاء بلبنان بالقوانين الموجوده، بالصلاحيات الموجوده، بالصيانه اللي صاينوا اياها الدستور اللبناني بالفقره هي، بيقدر يعمل كثير شغل لهلا مش عاملوا هذا الشغل، يتفضل يعملوه على التيار ولا غير التيار. طيب موضوع التدقيق الجنائي، يعني في ناس بيفتكروا انه موضوع التدقيق الجنائي شعار شعبوي بيقطع. التدقيق الجنائي حل اساسي بحلول ازمات المتراكمه للفساد بلبنان. روحوا تنعمل معركه التدقيق الجنائي، هو بخطر ما يكون فيها لا مسلم ولا مسيحي، ما يكون فيها لا ابيض ولا اسود، وما يكون فيها لا واحد مسيس هالمال ولا واحد مسيس هديك المال. التدقيق الجنائي الجريء يروح على التدقيق الجنائي. يا اخي اذا عندكم الجرأه روحوا على التدقيق الجنائي واعرضوا الملفات عند الناس. اذا نحن فاسدين حطونا بالتدقيق الجنائي رح ننكشف. استاذ رياض سلامة، عشو خايف على حالك يا لطيف؟ صرت لي بالشفافيه بحساباتك، كانك زلمه روح شوف حسابات، سهل دقق حسابات، دقق بحاله، هو دقق بحاله، جاب شركه خاصه دقق له بحاله. يا اخي مين فرقانه معك؟ ما نحن ما بدنا نحكم عليك، ما فينا نقول شيء ونقيده، ما بدنا نحكم عليك. خلي التدقيق الجنائي يكشف لي شو عامل انت واصحابك. بس هي خطوه جريئه منه انه جاب شركه وكشف حساباته لهذه الشركه. يا ست جريس انه ما انا مش كثير فرقانه معي الشركه اللي هو بيجيبها، ما هو شاطر بالشركات، هو كثير شاطر بالشركات وشاطر بهالدوله العميقه، وهو حاكمه لهذا البلد، يا هو حاكمه يا هو شريك اساسي بحكمه لهذا البلد. ما حدا يكذب على اللبنانيين، انت شريك بلقمه العيش، وانت شريك بالاعلام، وانت اللي بتدفع، وانت اللي مسيطر على مصريات الناس ومصريات المودعين. ان كانك زلمه روح على التدقيق الجنائي، روح سهل لشركه التدقيق الجنائي انك اعطيها المعلومات وخليها هي تبريك وتبريني الك الي معك. عظيم. ولكن اذا بدنا نكون واقعيين كمان أكيد الحاكم المركزي تقع عليه مسؤولية، المصارف تقع عليهم مسؤولية، كتير جهات تقع عليها مسؤولية، ولكن بالنسبة لي أنا المسؤولية الأكبر تقع على عاتق من جعل من اقتصاد لبنان اقتصاد ريعي غير منتج، ووضع سياسات مشيت على اساس المصارف اللي هو مش واجباته حاكمية مصرف. مش السياسيين، انا ما عم حمله لوحده. لا بس اصل المشكله، بعدك قبل شوي قلت لي اصل المشكله مش سياسيين، وضعوا سياسات اقتصاديه جابتنا بالقعر، مش هاي اصل المشكله؟ يا ست جريس اذا بدنا نرجع على اصل المشكله عن جد، اصل المشكله بلشت انه ميليشيات الحرب ورأس المال تحالفوا سنة ال90 وانتصروا على الآدمي بالبلد، وبديوا سياساتهم كلها وتقاسماتهم كلها على فترة 30 سنة، وشاركت فيها الدولة العميقة بكل ناسها. يلي قصف ب 13 تشرين هو والسوري فايت، حتى لو انحبس بعدين انت شريك بضرب كل ما تبقى من لبنان. هيدا اللي خرب لبنان. يا عمي في شي دولة بالعالم بالكون كله ميليشيات الحرب اللي عملت الحرب وقتلت الناس على الهوية وقتلت الناس وسرقت الناس ونهبت مال الناس بتتكافئ انه بتعطوها السلام، عطيتوها السلام وتقاسمته بين بعضها هي وراس المال. هيدي مشكله لبنان، وانا ما عم بحمله اياها لوحده، انا عم بقول لكم صحلنا اليوم برئيس جمهوريه عم بيعمل معركه التدقيق الجنائي. نعم. وبتكشفنا لالنا ولالكم. نحن مش عم نقول لكم تكشفكم لالكم، عم نقول لكم تكشفنا كلنا سوا، وخلي هذا التدقيق الجنائي ينكشف امام الراي العام، ساعتها روحوا قولوا للناس هيدي، والناس نقت الحرامي بدل الادمي، كلنا بنقبل. بس انتم بتجوا بتسبوا وبتشتموا وبتكذبوا وبتستعملوا دولتكم العميقه وبيطلعوكم على التلفزيونات تتبروا حالكم، بيعملوا لكم بروباغندات اعلاميه تتبروا حالكم، بتتهموا الادمي بالبلد وبتطلعوا انتم اوادم. ما انتم اللي بنيتوا السياسات الاقتصاديه والماليه والنقديه، وانتم اخذتوا مصريات الناس. انت اللي قلت لي لالي اعطيني مصرياتك ودينتهم انت للدوله، اخر شيء للدوله. انا بالنسبه لي لناس دايرين الدوله، لان الدوله هي اشرف منا، كدوله كدوله هي اشرف وانظف، ولبنان احلى منا كلنا، ومش هو جوانا نحن جويناه. وكمان استاذ منصور كل اللي عم تقوله معك حق فيه، كمان بزيد عليك انه من 30 اكثر من 40 سنه لليوم في منظومه مؤلفه من سياسيين ومن اعلاميين ومن مصرفيين ومن ما بعرف شو، ورجال امن واعلام ورجال دين واقتصاد ومحامين. عظيم. دوله عميقه. انشانا صناديق لنهب اموال الدوله، صح ولا لا؟ عم بحكي شيء غلط. استبدلنا صناديق عن المؤسسات الدستوريه، استبدلنا صناديق بدل مجلس الوزراء، جبنا لها رياض سلامه من محفظتي بالماريلاند وحكمته برقاب الناس، حكمت رقاب الناس بين ايديه، وضعت سياسات نقديه وماليه، وبالاخر شيء بعد 30 سنه الادمي بدكم تعملوه ازعر. يا خيي نحن ارتضينا انه نحن وياكم نروح على التدقيق الجنائي، خذونا على التدقيق الجنائي، بركي طلع عنا زعران، بركي لا سمح الله طلع عنا زعران، خلينا ننظفهم. ما بدكم تروحوا على التدقيق الجنائي وبدكم تضلكم تتهمونا لالنا وتاخذوا الناس على خيارات بكذبكم وافتراءكم، فشر برقبتكم. مش هيك بتنبنى الاوطان، الاوطان ما بتنبنى بكذبكم، لانه بتكونوا على فتره قصيره من الزمن عم تستهدفوا الناس، عم تستغلوا الناس لاهداف سياسيه، وصارت واضحه من اول نهار 17 تشرين كانت واضحه عندي الامور، ب 19/11/2019 صارت واضحه اكثر بعد الكلام اللي قاله جيفري فيلتمان بلجنه الخارجيه بالكونغرس الامريكاني، وصولا لهلا صارت اوضح واوضح. نحن لبنان اذا بدنا نعالج ازماتنا الاقتصاديه والماليه خلونا شوي نروح على الحقيقه، بظرف النظر عن أزماتنا الإقليمية والصراعات الإقليمية والمحاور الدولية والإقليمية، يلي هيدا الصراع منفوت فيه بالجيوبوليتيك وما بنعود نخلص، بس ولكن هو مؤثر أساسي باللعبة اللبنانية. نحن ما بقى لنا جلد كلبنانيين ندفع ثمن مثل سنة 90 بيجي قرار أمريكاني بوقتها، لأنه كنا رايحين على أحدية يسلم لبنان إلى سوريا والسعودية، يجي اليوم قرار دولي يسلم لبنان الى محور منتصر او غير منتصر، بنبقى الايام بتكشف لنا اياه هون، ويسلم اللبنانيين الى محاور. نحن اليوم هدفنا لبنان يكون على علاقات جيده مع كل الناس، ولكن عم يبني اقتصاده وماله واستقراره النفسي والمالي وكل والمنتج للاجيال القادمه. هيك بتبنوا اوطان، غير هيك انتم عم بتدمروا اوطان لانه ما عم تعملوا شيء بنيوي. من كلمة فخامة الرئيس ايضا، من حقنا وواجبنا جميعا ان نتمسك بالاستقلال ونسعى لتحصينه، والاستغلال السياسي للازمات لن ينتج الا مزيدا من التأزم والتشرذم. هذا الشيء اللي كنت عم تحكي عنه من شوي. الدستور اوجد مخرجا لأزمة توقف الحكومة من خلال مبدأ فصل السلطات، وهذا الوضع لا يجب أن يستمر. طبعا فخامة الرئيس عم يحكي عن توقف انعقاد جلسات الحكومة، وبيتابع بكلمته بيقول أنه 40% من هذا العهد كان ما فيه حكومة بسبب تعذر التأليف، أو مثلا مثل ما يحصل في هذا اليوم أنه هذه المرحلة أنه الحكومة ما عم تجتمع. أول شيء بدهم يسمحوا لنا هذه الأزمة اللي طرقت، نحن عدة أزمات من سنتين لليوم، بس في أزمتين طرقوا على اللبنانيين حادين بهذه المرحلة. نعم. أزمة عدم استمرار عدم شغل الحكومة يلي هي إجت تشتغل، وتحل بعض الأزمات، وهيدا ظلم إنه الحكومة ما تشتغل. والأزمة الثانية هي الأزمة مع السعودية، بس بالأزمة الأولى نتجت عن موضوع القاضي بيطار. نعم. وبكل صراحة وبكل صدق وبكل محبة بدي أطلب على الهواء وبدي أفسر عبر الهواء لبعض اللبنانيين. أول شيء الفقرة هي من الدستور اللبناني فيها فصل واضح للسلطات، ومش الحكومة أو مش السلطة التنفيذية تقدر تتدخل بعمل السلطة القضائية، وهون منفصلين تماما عن بعضهم، وهيدا نظامنا الديمقراطي البرلماني هيك منصوص عليه بالدستور. مشان هيك اليوم العماد عون قال وذكرها إنه هيدي أزمة موجود حلها بداخل الدستور اللبناني. ولكن كمان بدي أقول لهم للثنائي معلي بموقعي هون بهيدا الموضوع تحديدا يلي أنا متهم إنه أنا كثير، وأنا هي هيك يعني أنا بموضوع المقاومة حد بحكي عنه ما بخلص قد ايه اؤمن بالمقاومه اكيد. إيه انا لا انا البعض اللي بيقولوا لي انه بتدافع كثير بدافع كثير ومستعد دافع لاخر نفس بموضوع المقاومه. واذا بدك هلا بفتح بارنتيز موضوع المقاومه وموضوع اسرائيل وخطرها على الامن الاستراتيجي اللبناني، اسمحي لي افتح بارنتيز بعد اذنك. ولكن بموضوع الحكومه مثل ما حضرتكم ما عم تسمحوا او بتعتبروا انه السعودية عم بتدفعنا ثمن لكل اللبنانيين، موقف فريق من اللبنانيين عم ندفع ثمن كل اللبنانيين، حضرتكم كمان بمطرح ما بقصد أو بغير قصد عم بيدفع ثمن كل اللبنانيين غياب الحكومة، وهي عاجزة بالدستور اللبناني عن أنها تتدخل بجسم القضائي. وهون بدنا لازم يجب علينا أن نفصل إنه الحكومة دورها محدد بالتنفيذ بمجالها التنفيذي، وفي فصل للسلطات. ليه عم نقاصص الحكومة بكلمة ولو عم بتلاقى اليوم أزمة حل هيدي الأزمة وعم بتلاقى وإن شاء الله يطلع على النور بأسرع وقت ممكن، ولكن الحكومة شو ذنبها؟ هيدي الحكومة مش نحن اللي جبناها ومش نحن كنا عم ندافع عنها. وموقف التيار الوطني الحر من أول لحظة بموضوع الحكومة كان رأينا واضح لدرجة أنه اتهمنا أنه نحن ما بدنا الرئيس المئاتي، وفعلا نحن ما كان بدنا، ولكن وعدنا للبنانيين وعدناهم للبنانيين أنه بس تتشكل هذه الحكومة رح نتعاون معها إلى أقصى الحدود، وعم نتعاون مع هذه الحكومة إلى أقصى الحدود. وبالتالي لا يجب أنه هذه الحكومة تضل مشلولة، لأنه أزمات المتراكمة عند الناس بدها حلول. صندوق النقد الدولي، المواضيع المرتبطة بالإصلاحات، المواضيع المرتبطة بمعيشة الناس، البطاقة التمويلية، كل هذه المواضيع صار بدهم حل. بنتمنى على المعنيين بهذا الموضوع هذا موضوع ينحل بأسرع وقت ممكن، لأنه في فصل تام للسلطات، وبالتالي روحوا عالجوه بجسم القضائي. إذا بتسمح لي، وجهة نظر الثنائي الشيعي، طبعا بطبيعة الحال نتحدث مع مصادرهم بصورة يومية خلال نهار الإخباري نهار العمل، يعني بيقولوا أنه القاضي طارق البيطار تم تعيينه من قبل أو اقتراح اسمه من قبل وزيرة العدل بالحكومة السابقة بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وعينته الحكومة. ليش ما بتصير البروسيدور هالمرة بالقلب زيت الشيء؟ أنا لا أدعي أني رجل دستوري، يعني بعرف بالقانون الدستوري إلى أقصى، ولكن أنا اللي بعرفه بصرف النظر عن السلطات يلي بتعين القضاء، القضاء بس يستلم ملف بصير استقلاليته منه فيه تيقدر يشتغلوا، بصير جسمه القضاء اللي بحسبه. إذا هيدي الإشكالية موجودة مش القضاء مش السلطة التنفيذية اللي عينته، فإذا بكرة السلطة التنفيذية بتشيل كل الناس اللي بتعينها؟ مش هيك الأمور. بس يستلم ملف بتصير محاسبته داخل جسمه، جسم القضائي، وبالتالي خليه يتحاسب داخل جسم القضائي. وبصرف النظر نحن هيدا لبنان وبنعرفه للبنان، بصرف النظر عن من يجب أن يحاسبه خلوا الحكومة تشتغل، لأنه أوجاع الناس وألم الناس، وخلي هونيك يتحاسب إذا مخطئ أو استنسابي أو مغلط أو عم يلعب فيه بالسياسة أو كل هودي المواضيع خلي جسمه القضائي هيدا، واتركوا أوجاع الناس تنقدر نروح نعالجها. وهون بدي ارجع للنقطة الأساسية، أنا من الأشخاص المؤمنين إنه لبنان بحاجة إلى المقاومة دائما، طالما إسرائيل هالقد متربصة بأرضنا وبميتنا وباستقلالنا وباستقرارنا، واستراتيجية الأمن الوطني أهم بكتير من استراتيجية الدفاع الوطني، لأنه استراتيجية الدفاع الوطني بتتعاطى بس بالمواضيع العسكرية والأمنية وتوازن القوة العسكرية، ولكن إسرائيل ما في شيء بيقدر يوقف لبنان على إجرائه إلا ما هي باستراتيجيتها، هي عم تضربنا استراتيجيتنا الأمن الوطني، إنه إسرائيل بهمنا نكون مستقلين بالمال، عنا اقتصاد منتج، بهمنا زراعتنا، بهمنا ميتنا، بهمنا علمنا، بهمنا بقاء لبنان، بهمنا بقاء المسيحيين بهذا البلد. هناك الخطورة، مشان هيك القوة بوجه إسرائيل هو قوة مقدسة، القوة بوجه التكفيريين هو وجود مقدس. بتقولي لي إلى أبد الآبدين؟ بقول لك لا، لوقت ما يصير في الدولة اللبنانية فعلا قوية قادرة تواجه كل أزماتها وتوضع استراتيجيات الأمن الاستراتيجي تبعها بوجه كل التعديات الإسرائيلية يلي هي عندها أطماع بلبنان. ولكن بظل أزماتنا الحالية اللي عم نقطع فيها كمان بدنا نعرف أنه بناء الدولة ومحافظة على القضاء واستمرارية قوة اللبنانيين وتماسك اللبنانيين هي مرتبطة باستراتيجية الأمن الوطني. مشان هيك كلنا سوا لازم نسعى على أنه أزمات اللبنانيين ما تتراكم وتزداد، وبالتالي لأنه بتأثر على استراتيجية الأمن الوطني، وهون دورنا جميعا أنه نروح نسعى أنه نحافظ على قوة لبنان وتماسك اللبنانيين، إن كان على المستوى المعيشي وإن كان على المستوى الاستراتيجي. بيقول الرئيس عون خيارنا التفاوض، هذا موضوع مرتبط باللي عم نتحدث عنه، التفاوض غير المباشر لترسيم حدودنا البحرية الجنوبية، وثمة إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل إلى اتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته. في عنا معطيات حول هذه المؤشرات؟ بالصراحة ما عندي تفاصيلها، بس اللي بعرفه إنه بيد أمينة بيد أمينة لن يفرط بشبر من حقوق اللبنانيين، والعماد عون لن يفرط بشبر من حقوق اللبنانيين، بالأخص لا بمياهه ولا بغازه ولا بسيادته واستقلاله وكرامته. الرئيس عون حريصون على أفضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج، وأتابع السعي لحل الأزمة المستجدة وآمل في أن يكون ذلك قريبا. شو كنا عم نحكي قبل شوي عن الأزمات المستجدة ومنها الأزمة مع السعودية، لبنان حريص على أفضل العلاقات مع السعودية، والرئيس عون عم بيقول إنه هو عم يتابع ورايح على قطر إذا لم أكن على خطأ بآخر هذا الشهر. تكون هون أكيد في عندي رأي خاص بهذا الموضوع بطرحه بشكل موضوعي، وفي رأي العام اللي هو طبعا نحن بهمنا العلاقات وأطيب العلاقات مع كل دول العالم إلا باستثناء إسرائيل طبعا، كل دول العالم. وبعتقد بكلمته للعماد عون ذكر بمطرح عن أنه لبنان دولة ديمقراطية برلمانية وتوافقية، وبالتالي لبنان بتكون تفهمونا الدول العربية المحيطة فينا والدول يلي أنظمتها لا تشبه نظامنا، بصرف النظر نحن ما لنا علاقة بأنظمتها ولكن أنظمتها ما بتشبه نظامنا. نحن لبنان دولة ديمقراطية برلمانية، يعني التعبير عن الرأي مصان بمقدمة الدستور، وإذا حدا عبر عن رأيه عن خطأ أو هو بيعتبره عن صح أو الدولة اللي عبر عن رأيه فيها بتعتبره خطأ أو صح، طب ليه بدي أدفع ثمن كل اللبنانيين؟ ليش كل اللبنانيين بده يدفعوا ثمن خطأ ما بتعتبروه أنتو وداخل لبنان في ناس بيعتبروه مش خطأ أو لم يخطئ؟ وأنا مش هيدا نقاشي بدي فوت فيه، ليه عم بيدفعوا ثمن كل اللبنانيين؟ مأسسة العلاقات، وبالتالي خلونا نروح على مأسسة العلاقات، وبيضلنا ونحن حريصين على نظامنا الديمقراطي وحريصين على إبداء الرأي وحريصين على نسج أهم العلاقات مع كل الناس، بس كمان ما بدنا نكم أفواه بعض اللبنانيين إذا بيغلطوا. ليش كم واحد بلبنان أخطأ بحق كتير من الدول، أخطأوا، مندفع ثمن كل اللبنانيين؟ طيب اعتبروهم أخطأوا، بدنا نحط فرضية أنه أخطأ، كل اللبنانيين بيدفعوا ثمن ليه؟ طب ما نحن بدنا أطيب العلاقات معكم، لأن نحن ما بدنا نسبكم ولا بدنا إياكم تسبونا، بس بنفس الوقت بدنا كرامتنا مثل ما أنه بدنا كرامتكم. نحن ما مندق عن جد ببعض المطارح. أنا بالنسبة لإلي جريس، الكرامة هي ملك وما فيك تفقديها ربع مرة ونص مرة ومرتين، هيدي مرة واحدة بتخلق معك وبتروح معك. نحن مش يعني راضيين كل اللبنانيين عن كل الأخطاء اللي عم بتصير، ولا أنه مستعدين ندفع عطول ثمن إما بالكرامة الوطنية أو بالمباشر بلقمة العيش والذل. حرام اللبنانيين أكبر من هيك، نحن أكبر من هيك، ونحن عن جد عنا الوعي والإدراك للمصالح اللبنانية. مش لازم نسب بعضنا، بس بحال صدر من عند حدا من عنا اختلاف، ما دولة نحن عايشة بإقليم متفجر ونحن بنيات مجتمعية متنوعة، واحد مرتبط بإقليم ما والتاني مرتبط بإقليم آخر والثالث عنده رأي رابع والخامس. طيب عبر تاريخ لبنان ما مرقنا بأزمات مثل هيدي؟ ما مرقنا مع لبناني مع الفلسطيني، ولبناني مع السوري، ولبناني ضد السوري، ولبناني مع الإيراني، ولبناني ضد الإيراني، ولبناني مع الأمريكاني. وصلت أبشع مراحل لبنان في بعض اللبنانيين مع الإسرائيليين، تعاملوا مع الإسرائيليين. طب نحن هيدا لبنان وهيدا تركيبته لبنان وكلكم بتعرفوها، كرمال مكون اختلفتوا انتوا وياه بموضوع ما ندفع ثمن كل اللبنانيين. تعالوا تنعالجوا بطريقه رايقه، نمأسس هيدي العلاقات، نشوف لها علاج. عندكم شخص مثل العماد عون رئيس جمهوريه لبنان على شبكه اتصال مع المقاومه وشبكه اتصال معكم، بيدعيكم اول دوله زارها انتوا السعوديين، وبالتالي شويه رواق وشويه اجندات نحطها على جنب وبيتلاقى حلول لكثير من الأزمات. بنهاية هذه الحلقة منصور فاضل نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب، شو بتقول لشباب التيار الوطني الحر بالتحديد وللشباب اللبناني عموما؟ لشباب التيار الوطني الحر، أسهل عليكم من بقية الشباب بلبنان أنكم تطبعوا اللي حكيه العماد عون اليوم وتقروه، إذا ما قدرتوا تسمعوه كلكم، وإذا فيكم تسمعوه اسمعوه وقروه. اليأس مش من مدرستنا، الأمل موجود، إذا عم تضطروا تفلوا برات لبنان تتعلموا وتكفوا حياتكم ما في مشكل، ولكن خلوا لبنان بقلبكم وبعقلكم دائما. لبقية اللبنانيين بقول لهم الحقد والكراهية ما بيوصلوكم لمحل، التنمر علينا ما رح يوصلكم لمحل، ممكن بظرف من الظروف تنتصروا بمعركة صغيرة، ولكن المعركة الكبيرة هي إنه نعيش سوا، تنقدر نعيش سوا ويبقى لبنان بيشبهكم، بيشبه اولادي واولادكم، وبيشبه اولادي وانتم. بدكم تقعدوا تحكوا مع سوا بدون الكراهيه، لانه بالكراهيه ما فيكم تبنوا وطن. تقدروا تبنوا هيدي الاوطان وتعيشوا فيها بدكم تحبوه للبنان، وتحبوه للبنان على طريقتكم، ولكن بدون ما تكرهوا اللبناني اذا منه بيشبهكم او اذا عنده راي ثاني. حاج بقى رايحين بالسباب وبالشتائم وبالكراهيه، بسمع ناس ما بدها ايانا تفوت على قضاء، والثاني بده يزيلنا من الوجود، والثالث بده، هودي ما بتعرفون انتم، نحن بنعرفهم، ما حدا بيقدر يلغي حدا بلبنان، كلنا بنقدر نبني بلد، المهم نقدر نبنيه بالحكي سوا. يوم من الايام رح تكتشفوا، ان شاء الله ما تكتشفوها مؤخر، انكم ظلمتوا الادمي بهذا البلد من دون ما توصلوا على محل. يوم من الايام رح تكتشفوا انه لبنان ما فيكم تعيشوا بانكم تكرهوا الاخر، مين ما كان الاخر، إذا اختلف معكم بالرأي أو اختلف معكم بالدين أو اختلف معكم بوجهة النظر. طالما بتكرهوا ما فيكم تبنوا بلد، طالما بتحكوا بقلب مفتوح وبتفسروا أوجاعكم للبنانيين لبعضكم البعض بتقدروا تبنوا أوطان. عم بيستغلوا لكم لمعارك صغيرة ما بتبني الوطن البعيد الأمد. هيدي المعارك الصغيرة كونوا أوعى من أنه إنكم تستعملوا وقود لإلها بتقدروا تبنوا أوطان. هيدي الوقود استعمل كثير منا عبر التاريخ اللبنانيين، 3/4 الحرب اللبنانيه استعمل كثير من ناسها وقود، اخر شيء نباع السلاح تتعمر فيها قصور. ما تروحوا لهونيك، اسمعوا مني، اسمعوا من هالشيبه، كنت بعمركم انا لما كنت عم بحارب، انا حاربت ببدله الجيش وما بقي غير الجيش. انتم ما تروحوا على المطارح الخاطئ، تصوروا انه سلاح نباع تنبنى فيها قصور والشهداء اللي ماتت ما عاد حدا يتطلع فيها. مش هيك تنبنى الاوطان، الاوطان بينبنى بالرواق. اذا بدكم تبقوا بهذا البلد واذا بدكم تفلوا خلوا قلبكم بقلبه وحافظوا على حبكم للبنان وبتنبنى، ولبنان لوحده ما في شيء بيموته. شكرا لك منصور فاضل على هذه الحلقه، انا بتشكرك كثير، وفعلا هيك الرساله بالاخر كثير مؤثره ومعبره. شكرا لك واهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز علينا، وان شاء الله تكون دائم يعني بصوره مستمره. شكرا لك. ميرسي جريس. مشاهدينا شكرا لحسن متابعتكم، رح نبقى سوا، الى اللقاء.